And the Oscar goes to Spotlight. سيطر عالم الرجال من جديد على سباق الفوز بأوسكار أحسن فيلم، واكتفت النساء بالأدوار المساعدة. فالأوسكار لم يشهد فوز فيلم ببطولة نسائية بجائزة أفضل فيلم منذ أكثر من عقد، بعد فوز فيلم هيلاري سوانك عن فيلم مليون دولار بيبي عام 2005. هيمنة الرجال على أوسكار أحسن فيلم تكشف الفجوة بين الجنسين في هوليوود بحسب النقاد والمراقبين. واعتماداً على الإحصاءات، فإن النساء شكلن فقط ثلث الشخصيات المتحدثة في 414 من أفلام هوليوود والمسلسلات التلفزيونية عام 2014. وعلى الرغم من ترشيح فيلمي بروكلين وروم، وهما من الأفلام النسائية في فئة أفضل فيلم، وترشيح بطلتيهما أيضا لجائزة أفضل ممثلة، إلا أن الفيلمين لم يفوزا بأي من الجوائز. فالأفلام النسائية تجد صعوبة أكبر في صناعة السينما بحسب النقاط، ولم تقتنع الصناعة قط بوجود سوق الأفلام النسائية بنسبة 100%، كما أن السينما تفتقد لقوة جمهور الأفلام النسائية. كفاح الزين العربية.